بسم الله الرحمن الرحيم. نزولا مع رغبة الأخ العزيز شيخ عمر حول العشر الأواخر، لا شك أن مواسم الخير قليلة المدة لكنها كثيرة الفضل، فالله عز وجل أنزل القرآن في شهر رمضان وفي ليلة مباركة. بركة هذا الأمر كما أخبر القرآن خير من ألف شهر، فتصور أنك تعبد الله في هذه اللحظات تضاعف، فكل ما يلهيك عن التقرب إلى الله اترك. فمن عبادة الله الإكثار من الصلاة، ومن عبادة الله عز وجل الإكثار أيضا من قراءة القرآن، ومن عبادة الله الإكثار من الصدقة، هذه عبادة عظيمة. ومن عبادة الله ما تحتقر أي شيء من المعروف، عبادة لما تضاعف. المسجد تأتي تزيل القذى من المسجد لها فضل عظيم عند الله عز وجل. لماذا كثير من بيوت الله نظيفة؟ لأنه ولله الحمد يوجد مبادرون يحرصون على نظافتها ابتغاء للأجر والثواب. لماذا تعمر كثير من بيوت الله؟ لأن يوجد من يبذل في سبيل الله، يبذل المال. إذا نغتنم هذه الأيام زيارة المريض، الإصلاح بين الناس، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الإكثار من الصلاة، الإكثار من الاستغفار. يعني يكثر الإنسان من الاستغفار، أستغفر الله تفتح أبواب الخير، لأن تصلح القلب. شيء في الجسد إذا صلح، صلح الجسد وهو القلب، وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فإصلاح هذه المضغة بترويضها على طاعة الله، ومن أعظم الأشياء أن التوبة. فدائما الإنسان ما يستغفر ما يكون متشاغل بشيء، يعني يخاطب القلب، أستغفر الله أستغفر الله، وتسترجع أعمالك. شوف الله أكرمني بالحياة، كيف أستغل هذه الحياة؟ هل أهدرها في المعاصي؟ هل أضيعها كأكرمك الله كالحيوان الذي لا قيمة له وهدف له في هذه الحياة إلا الأكل والشرب؟ إذن أنت أيها الإنسان أكرمك الله بدين عظيم، بهدي قويم، فبادر الاغتنام. وهذه هي الأيام العظيمة التي يجب علينا كلنا أن نحرص عليها ونتناصح. يعني قد تجد قصرت في شيء، أنا بشر انصحني، أرى غيري أيضا وقع في شيء. إذن كل واحد يتحسس صاحبه. لماذا؟ وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، وأحب للناس أنت تحب تنال الأجر والثواب والاستقامة في الدين والتقرب إلى الله والفوز بالجنة. فاجلب غيرك واجذبه للخير فتنال الأجر والثواب العظيم من الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياك ما يحب ويرضى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا وقلبا خاشعا ذاكرا. يا الله يا عظيم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا اللهم من المتطهرين، واجعلنا الله من عبادك ومن أوليائك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يسارعون إلى الخيرات ويدبرون عن المعاصي والآثام. يا الله يا عظيم يا ذا الجلال الكرام، اللهم بارك في هذا البلد، اللهم بارك في بلدة حميلة ومن سكن فيها ومن نزل فيها، اللهم بارك في هذا الجامع، اجعله عامرا بالخير والبركة. يا الله يا عظيم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعله نورا يشع للناس بالخير. يا الله يا عظيم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم بارك في رجال هذا البلد وفي نسائه وفي أبنائه وفي آبائه. يا الله يا عظيم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذريات المسلمين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله الخير وبارك فيكم. الحمد لله رب العالمين.